صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم بجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس، اختصاصنا وحواراتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، وهو القائل يوزن المرء بقوله ويقاوم بفعله، العلامة ابن خلدون. تتسويت سومير سومير. اليوم باش يكون حديثنا ومتابعتنا للوقفات الاحتجاجية في ولاية القيروان خاصة، وعلى مستوى تونس الكل قطاع الصحة، تنديدا بالتجاهل والممالطة اللي اعتبروها من قبل سلطة الإشراف. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا بعد شوية. ما ننسى الشيفر سانتي وما ننسى وشي أجندة سانتي. اليوم زاد في زوم سانتي مش نفتحوا ملف يهم قطاع الصحة في معتمدية سيد عمر بوحاج. الخدمات الصحية في بوحجلة، واقع المستشفى المحلي والمستوصف. أهالي بوحجلة راضيين على الخدمات الصحية، فما برامج للتحسين منها في قدم الأيام. في زوم سنتي نعملوا زوم على ملف الصحة في بوحجلة. كلمونا على 70 035 120 وشاركونا رأيكم في الموضوع هذا. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. بعد شوية تكلمونا، خاصة ليزوديتور اللي يسمعوا فينا في سيد عمر بوحجلة على 70 035 120. أهلا وسهلا بكم انت وحتى نص النهار. نشكركم لحسن اختياركم الإذاعة الأولى المختصة في الصح. كل عادة نعود ذكركم أنه بعد شوية بش يكون حديثنا حول قطاع الصحة في معتمدية الدائرة الصحية الدائرة الصحية في بوحجلة. ومن الأسئلة المهمة اللي بش أسألوها اليوم، السبيطار حضر وإلا ليه؟ معطل وإلا ليه؟ علاش المقاول التو ولا ركب وحسب التعهدات نتاعو؟ هذا وأكثر بش يكون موضوعنا بعد بشوية. الخدمات الصحية في بوحجلة، واقع المستشفى المحلي والمستوصف. أهالي بوحجلة راضيين على الخدمات الصحية، فما برامج للتحسين منها في قدم الأيام. في زوم سنتي نعملوا زوم على ملف الصحة في بوحجلة. كلمونا على 70 035 120 وشاركونا رأيكم في الموضوع هذا. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا. بعد شوية على 70 035 120. حوالي 60% من وفيات السرطان تحدث في البلدان المنخفضة الدخل ومتوسطة الدخل حسب الـOMS. توتسويت في شيفر سانتي. شيفر سانتي في عام 2008 حدثت 7.6 مليون وفاة بالسرطان في العالم، وحوالي 60 من وفيات السرطان تحدث في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، والمرجح أن يزداد هذا العدد في المستقبل. وتشير التقديرات إلى أن السرطان يقتل أكثر من 4 مليون شخص كل عام في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية وحده. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اتجاه جميع عوامل الاختطار ذات الصلة، فمن المرجح أن تكون الزيادة أكبر في وقوع السرطان في 15 سنة القادمة في إقليم الشرق المتوسط. السرطانات الأكثر تواتر في الإقليم هي سرطان الثدي عند الإناث، سرطانات الرئة والمثانة عند الذكور، ويمكن أن تعزز الزيادة المتوقعة من السرطان إلى تشيخ السكان وتحسن الاكتشاف والتسجيل، والأهم من ذلك زيادة التعرض لعوامل الاختطار. والأهم من هذه وأهم هذه العوامل هو استهلاك التبغ، وتشمل عوامل الاختطار الأخرى النظام الغذائي الغير صحي، الخمور البدني، وتغيرات أخرى في سلوك ونمط الحياة، والتلوث، وزيادة التعرض للمسرطنات الصناعية والزراعية. والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء للتغلب على هذه التحديات وتحقيق أهداف استراتيجية إقليمية الخاصة بالوقاية من السرطان والمكافحة له. 60% من وفاية السرطان تحدث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. هذا كان شيفر سانتي بالنسبة لي اليوم. أهلا وسهلا بكم نسي الكل على راديو الحياة فهم. سانتي 5.0. نعود ذكركم بعد شوية بش يكون حديثنا حول الدائرة الصحية بمعتمدية سيد عمر بوحجلة.
الخدمات الصحية في بوحجلة، واقع المستشفى المحلي والمستوصف. أهالي بوحجلة راضيين على الخدمات الصحية، فما برامج للتحسين منها في قدم الأيام. في زوم سنتي نعملوا زوم على ملف الصحة في بوحجلة، كلمونا على 70 035 120 وشاركونا رأيكم في الموضوع هذا. مع الحيم صحتكم بالدنيا. تروازيام كونغري ناسيونال دو جي 3 هذا باش يكون موضوعنا في أجندة سنتي. أجندة سنتي. نعاود نذكركم أن السوسيتي التونيزيان دو جي 3 a le plaisir de vous inviter à son 3e congrès national de جي 3 jumelé au 3e Euromed جي 3 meeting and le 12e et la 2e rencontre tunisio-belge de جي 3. هذا باش يكون في الحمامات بحد النزل الخاصة بتاريخ 21 مايو 2022. Un congrès de dimension internationale parrainé par des sociétés à l'échelle internationale où le programme chikounou fi hatta des workshops. هذا واكثر سرا انيمي بار دي جيلاتر تونيزيان فرونسي اي بيج. وين تنجمو تلقاو اكثر التفاصيل على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة تفهم إذاعة القاهرة وين الصحة. ونعاود نذكركم هذا فيما يخص الثوازيام كونغري ناسيونال دو جياتري التونسي جملي مع الثوازيام اوروميد جياتريك ميتينغ اي لا دوزيام رونكونتر تونيزيو بيج دو جياتري. اهلا وسهلا بكم في اجندة سانتي. كنت معكم بعد شوي مشي بكم في زوم سانتي. مشي الى المستشفى الجامعي ابن جزار وقفة احتجاجية كما في تونس الكل. هذا واكثر بعد بشوي. سانتي 5.0 قطاع الصحة في معتمدية بوحجلة. هذا باش يكون موضوعنا بعد بشوية في زوم سانتي. الخدمات الصحية في بوحجلة، واقع المستشفى المحلي والمستوصف. أهالي بوحجلة راضيين على الخدمات الصحية، فما برامج للتحسين منها في قدم الأيام. في زوم سنتي نعملوا زوم على ملف الصحة في بوحجلة. كلمونا على 70 035 120 وشاركونا رأيكم في الموضوع هذا. مع الحيم صحتكم بالدنيا. الجامعة العامة لكفت الزملاء إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بكل المؤسسات الصحية كما في مستشفى الجامعة ابن جزار. توت سويت في زوم سانتي. زوم سانتي. بلال دريدي أهلا بيك. مرحبا سهلا على سلامتكم الأسئلة. كل جمعة مباركة للجميع. صحي لكم وإنما كنت في الاستماع لراديو الحياة فهم. كما قلت متابعة في متابعة للوضع الصحي والوقفة الاحتجاجية اللي كما فسرت أنت الحايم دعت لها الجامعة العامة للصحة من أجل وقوف مختلف الإطارات ومكونات الصحة للاحتجاج من أجل ما اعتبروه سياسة العقاب الجماعي اللي تهجته وزارة الصحة. الناس الكل اللي تم تعطيل شهرها في شهر رفضين وضعية اجتماعية أكيد تخلي الناس الكل تحتاج اليوم عندهم أكثر من هكا مطالب نجم واسموها أكثر تفاصيل مع كتبها مفرع الجامعي للصحة سيبل قسم الخلفية. مرحبا سيبل قسم. أهلا وسهلا فاخير ومحبا مستمعي حياة فهم. نشكرك على تدخلك معنا. ولاية القيروان كما بقي الفروع الجامعية في وقفات احتجاجية انطلقت منذ صباحة اليوم. فعلا الحق نتاع ربي معناتها وصلنا في وضعية معناتها مش اللوم وباش وكل الأوصاف نتاع الغضب اليوم موجودة. علاش؟ لأنه يا وزارة الصحة ما هكذا نكافئ الجيش الأبيض. احنا اليوم في رمضان ومن المفروض انه على الاقل انسانيا عندنا ناس حقناهم وقت اللي الناس معناتها شادة ديارهم. فما ناس عيطنا لهم وخدموا معانا في الكورونا اليوم عندهم 9 شهور ما خلصوش. مش معقول معناتها معنى عبارة سياسة تجويع يستناو لتو ما خلص. زيد الحاجة النقطة الثانية عندنا زملائنا المتعاقدين اللي دخلوا في 2019 واللي من المفروض أنه صار اتفاق ما بين الجامعة العامة للصحة والوزارة على ترسيمهم، لكن من 2019 إلى حد الآن تو، واليوم نسمعوا أنه تقع هرسل عليهم وضغط باش يصحوا بالسيف معناها باش يمدوا في لي كونترا باش معناتها وإلا ما يخلصوش وإلا الناس كل تولي للكل معناتها لأنه الشاري كل تخدم كل مع بعضها حتى العوين معناتها اللي يخدموا أمورهم مريقلة وقدم يوليوا حتى هما ما يخلصوش. معناتها سياسة العقاب الجماعي بخلاف أنه عنا الترقية متاعنا اللي مفروض في ديسمبر راي خرجت احنا اليوم أو قريب معي عنا الزملائنا ترقاو في أكتوبر التو مخذاو معناتها الاستحقاقات متاعهم. عندنا القانون الأساسي اللي مفروض يكون معناتها في
في نوفمبر اللي فات يكون معناتها كمل وجاهز. اليوم ما نش عارفين احنا علاش وزارة الصحة تتحرب وتتملص من الاتفاقات اللي مبرمة مع الجماعة عمل الصحة. يا اخي هل من معقول انسانيا واخلاقيا تخلي ناس تجوحهم؟ راي ناس عندها صغار 8 شهور ما تخلصش، واحنا عيطنا لهم باش يخدموا في الكورونا مش باش يخدموا في حاجة اخرى. انا بالحقيقة سي بالجسم خنمشي معك بعض التساؤلات به. كي تقول لي هنا على الناس اللي تم التعاقد معهم الفترة متاع الكورونا وعندهم 9 شهور ما خلصوش حتى اللحظة هذه، كانوا مش يخلصوا عن طريق 18-18، كانوا مش يخلصوا عن طريق ميزانية وزارة الصحة، علاش تو ما خلصوش؟ مع انت كي سألته كجامعة عمل الصحة، احنا اول حاجة معناتها الجهة الرسمية اللي نتعاملوا معها هي وزارة الصحة. وقت اللي بعثوا للإدارات الجهوية بانتداب العوان معناتها المتعاقدين معاهم، هما يعرفوا كيف باش يخلصوهم، وزارة الصحة وصندوق 18-18 الولاية. المهم انت ما تخليهمش ما تخلصهمش. شو معناتها ما تخلصهمش؟ انا ما تهمنيش، انا يهمني اعطيه فلوسه، وانا تعطيه ان شاء الله يجيب له حتى من يحب هو، اما على الاقل اعطيه فلوسه. ومازال ما يخلصش في رمضان جاي. خلينا نفهم حاجه، ومازالوا قاعدين يخدموا معكم حد اللحظه هذيا؟ مازالوا يخدموا معنا لحد اللحظه هذه، ونحييهم وبصراحه ويعطيهم الصحه. راي الموجه اللي كانت تذكروا، راي اللي مرت علينا في الصيف، هما لي كونترا وقتاش يوفيو سي بالجسم؟ وما جدت يوم يوم احنا ضد النوعيه تاع التشغيل. تو دخلوا تو سيبوا معناتها بيشروا معكم اي اما مده التعاقد؟ لا هما بتروموا وعنا بالعام، عنا بتروموا وعنا بالعام، واحنا رانا نكملوا العام وتروموا سي بالجسم. فما انواع بتروموا وفما انواع بالعام، واحنا في الحالات الكل احنا ضد تشغيل الهش. اما لكن الناس فهمني البطاله والفقر والخصاصه لذتهم باش معناتها يخدموا، ودخلوا ويخدموا وما خلصوهمش. معناتها لو كان مشاو دبروا روسهم في جهات اخرى، في معناتها في البريفي، ولا في ولا يمشي يبيع في الرحبه في الخضره ولا كذا، راه خير له. اما انت تنتدبوا وما تخلصوش وهو راه خدم في الكورونا، راه الكورونا خدمنا في الكورونا. خلينا نفهم نقطه اخرى سي بالجسم، فيما يخص المتعاقدين وعمليه الترسيم نتاعهم، ظهر لي حتى الشهر اللي فات صارت نفس الاشكال هذايا، صار امتيروتار على نفس المبدا هذايا انه شهريات الكل تتخدم مع بعضها، وكانه معناتها اجراء عادي. تقول لك وزاره الماليه نخدم كل شيء مع بعض وزاد راه. سير حايل اسيدي، احنا عندنا اتفاق مع وزاره الصحه على في 6 فيفري 2021، وفما التزام وفما اتفاق قبله في 2020 على اساس ترسيم المتعاقدين. انا وقعت معاك اتفاق باش ترسمهم، علاش انت تو تعيط لي انا باش نعمل الكونترا؟ انا راني وقعت معاك، علاش تخل بالالتزامات نتاعك يا وزاره؟ انت عملت معايا اتفاق باش انت ترسمني، شو تو تعيط لي ايجا معناتها اعمل كونترا؟ هي انا ترسم معناتها كونترا معناتها تاخير في الترسيم، في فما استحقاقات اخرى ما يتمتعوش بها كما التغطيه الاجتماعيه كما الكونجيات، فما برشا حاجات. حتى اللي مش ينجم حتى اللي مش حاب ياخذ قرض ولا حاجه ما ينجمش، لانه انسان هذايا مزدهر متعاقد ماهوش متعاقد. خلينا نحكي انا بصفه عامه على الاقل، ولكن نعرفوا الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعه العامه للصحه عايشه معنا في تونس وتعرف الوضعيه الماليه خاصه بعد عامين نتاع كورونا، وتقول لك زاده وعندها كيفاش ثقافه الحوار والمطالبه وتوصل الاهداف نتاعها. بتيتر التاجيل هذه استثنائين بعد ظرف عامين نتاع كورونا، ينجم يكون معناتها سسرا جوستيفي. بتيتر يقول لك 6 فيفري كانت حكومه وكانت اولويات، بعد 25 جويليا صارت اولويات اخرى اللي على اثرا نجموا نحكيو انه روتار نتاع عام هو ما كانش مرسم شي يترسم بعد عام. ساعات يقول لك سي با لا فان دي موند ابري تو، معناتها راهو يقعد ديما حق، هذا حق ما دام عندي التزام واستمراريه الدوله مش نناقش فيه. اما استثنائيا مع الظروف هذه الكل نجموا نلقاو صيغه اخرى، هذا من الاراء اللي نجم تسمعها اليوم. سي الحايم صبعي وصبعك كون عضوا الاثنين مع بعضنا، مش تنزل عليك انا وحدي، مش كان على عوان الصحراء. الحاله هذه مش كان على الصحراء،
يلزم كي تكون عامه ما فما حتى مشكله. اما احنا نشوف قطاعات اخرى تمتعت بترقيات ولبس عليهم وكل شيء، ولكن اكثر من هكا في احنا نخطه شهريه موجوده راه معنا على 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 الامضاء على الترسيم احنا نتحدث الشهريه راهي مرصوده نتاع المتعاقدين الشهريه مرصوده. المشكل في الاجراء نتاع الترسيم يعني الامضاء معناتها ترسموا، اما هو شهريته موجوده علاش خاطر هو فما حاجات اخرى ماهوش يتمتع بها كما الناس الاخرى، حتى النفسيه حتى النفسيه معناتها ماهوش مرتاحين. فما شكون جا عارض باش يمشي يخدم في الخارج ما نجمش يمشي على خاطر مزيان لانه باش يمشي باش يخسر البقعه نتاعو معنا ما يشي. والحاجه الاخرى احنا نحترم استمراريه الدوله، والمفروض اي اتفاق يصير مش نرجعوا من جديد احنا نعاود نعملوا اتفاق من جديد. الاتفاق هذا صار الاتحاد العام التونسي للشغل معناتها منظمه قائمه الذات دائما واي حكومه باش تمشي وتجي احنا بالنسبه لنا احنا ما يتبدلش حتى شيء، وهيك علاش احنا شادين صحيح اليوم باش الناس هذوما ياخذوا حقوقهم. ومش حتى كان هذا يا سير حيم راهو الاتفاقات اللي صارت راهي حتى القانون الاساسي تعملوا ست جلسات وراك حتى الدنيا وعنا الترقيات نتاعنا حارسه مش معقول زاد الاتفاق مع الحكومه هذه في ديسمبر 2017 ديسمبر 2021 من المفروض نتائج نتاع الترقيات تصدر، الى حد الان اللجان لم تجتمع اصلا مش معناتها يعني هناك معناتها فهمني تخلي واضح من وزاره الصحه على استحقاقات الاعوان اللي ما شفناهاش في قطاعات اخرى. ومن المفروض انه الناس هذه على الاقل يا اخي راه وقت الناس حقيناهم راهم هما هذوما الجيش الابيض الناس اخرى وقت اللي شدت التجاره احنا الوحيدين اللي نخدموا كون جات ممنوعين راهو عندنا زملائنا توفيوا راهو فما عندنا زملائنا المرضوا ودخلوا في حتى في امور نفسيه صعيبه برشا ونهزوا في الـ في الـ في, الـ في الامراض اللي لعائلاتنا واضح مش معقول عندي تبقى تعطل فيا وهكا علاش اليوم في الوزاره فما تجمع اليوم قدام الوزاره ومازلنا من هنا معناتها اش باش يصدر معناتها من قرارات اخرى اما لكن سوف لن نسكت على حقوقنا. سي بلقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجيبي لصاحب القيروان نشكرك على تدخلك معنا في ميكرو بليل دريدي مكملين معكم حتى نص نهار. اهلا وسهلا بكم في زوم سونتي. قطاع الصحة في معتمدية سيد عمر بوحاجة هذا باش يكون موضوعنا اليوم في زوم سونتي. الخدمات الصحية في بوحجلة واقع المستشفى المحلي والمستوصف. أهالي بوحجلة راضيين على الخدمات الصحية فما برامج للتحسين منها في قدم الأيام. في زوم سنتي نعمل زوم على ملف الصحة في بوحجلة. كلمونا على 70-035-120 وشاركونا رأيكم في الموضوع هذا. مع رحيم صحتكم بالدنيا. سي محمد تيجاني تراد مدير مستشفى بوحجلة ومدير الدائرة الصحية ببوحجلة أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نشكرك على حضورك بحضينا من توا حتى نص النهار تاخذوا فكرة حول واقع الصحة في قطاع واقع الصحة في سيدي عمر بوحجلة، خاصة أنه المستشفى وسيدي عمر بوحجلة جات على طريق وطنية كبيرة أرتير كبير اللي فيه برشا حركة كبيرة. سي محمد أي أهلا وسهلا مرحبا بك رحيم وشكرا على الاستضافة وشكرا على ذات حياة فهم كما نعرف الناس كل أنه معتمدية سيد عمر بوحجلة هي أكبر معتمدية في القيروان وهي الخدمات الصحية اللي نقوم بها في مستشفى بوحجلة تهم عديد المعتمديات يعني خطر فما برشة خدمات نقوم بها بالنسبة لمعتمدية سواء معتمدية بوحجلة ولا معتمدية شراردة ولا مازل مهيري ولا نصر الله وحتى زاد جيونا حتى مرضى من هبيرة مرحبا بهم احنا الناس كل هذا واجب علينا خاصة الجغرافيين قريبت لكم هبيرة أكيد أكيد بحذا مشيرة ولاد عاشور من غير منطقة من عمادة ولاد عاشور بالطبيعة مرحبا بهم احنا الناس كل وقدموا هذا واجب علينا وقدموا الخدمات كما كنت تفضلت وقلت انه معتمدية بوحجلة جي على طريق وطنية عدد 2 طريق وطنية عدد 2 اللي ما يعرفها شيء تربط شمال تونس بجنوبها كي نبعدوا على طريق السيارة اللي جديد توا اللي تعمل على جابس هو يولي طريق وطني عدد 2 تربط شمال تونس بجنوبها وهو إلى حد هذه اللحظة هو طريق حي. إيش معناها طريق حي؟ يعني توا مثلا احنا كي نمشيو نشوفوا اللي كنا نمشيو فيه الطريق نشوفوا أكثر المستعملين طريق سواء المتوجهين للجنوب التونسي أو إلى دولة ليبيا الشقيقة. يجيبوا من حي ذيك. بطبيعة طريق هذاك هو طريق حي ياسر. إيش معناه إحنا طريق حي ياسر؟ علاش إحنا فصلنا إنه بكونه طريق حي كونه للأسف تكثر فيه كثير حوادث المرور. هذا الشيء هذا أسفله هذا هو واقع متاعنا في بلادنا.
باهي. اش معناها كثره الحوادث؟ كثره الحوادث تحتم علينا كثره الخدمات، تقديم الخدمات لكل وافدين علينا في المستشفى. باهي. اليوم خاصه ماهمش اصيل المنطقه بطبيعه لازم. بطبيعه حوادث المرور تكثر علينا. حوادث المرور احنا توا حاليا في عدد المرضى الوافدين علينا في قسم الاستعجالي تقريب ويقارب عدد المرضى الموافدين الى وحده الغالبه للجراحات في حدود 60,000. صحيح الرقم هذا؟ اي سنويا. حتى انا كي استقصيت شويه قالوا لي معناتها في حدود 60,000 ليرجونس تقبل كل عام، في حدود 60,000 حوالي يعني بالضبط. اغلبهم شنيا معناتها كل حوادث ولا لا؟ خاطر عندنا زاد الفكره نتاع مريض ابدا بالارجونس، معناتها زاد عندنا الفكره هذيك اللي في تونس يديريكت يقول لك مريض ما يعرفش يمشي للارجونس. لا انا علاش ركزت على حوادث المرور؟ خاطر هي اكثر حاجه خطيره. كي تجي تشوفوا احنا اكثر حاجه شنيا خطيره هي حادث المرور، خاطر الانسان يكون بين حياته وموت في لحظه ما يكون يتنفس يمشي على ساقيه هي لا قدر الله يطيح في حادث مرور ينجم يتوفى. هذاك علاش اكثر حاجه هي حادث المرور. بطبيعه الاستعجالي ما يقدم كل ما هو استعجالي، سواء اللي راه طبيب هو استعجالي، هذاك كل الحالات الاستعجاليه الكل نقدموها. به علاش احنا كونه هي اكبر معتمديه كما قلنا، وزاد كونه هي زاد ممر سواء كما قلنا انت طريق الجنوب، ساعات واحد يجي حاله استعجاليه يدخل المستشفى ونقدموا له، هذا واجب علينا نقدموا له الخدمات الصحيه اللازمه. به خلينا نبداو من بالارجونس، ما دام قاعده نحكيوا على الارجونس، دونك نحكيوا على 60,000 سنويا، ولكن زاد نعرفوا لي قسم الاستعجالي بحجلة بصيغته الحالية اللي موجودة واللي هي ذيك هو اللي لقيناه في الاخر، ما نجموش نأمنوا خدمات ذات جودة عالية كان صح التعبير للعدد نتاع 60,000 هذي. فما تصور جديد للمستشفى هذي، فما برنامج لأحداثات جديدة للتوسعة نتاعو باش اللي تهيئته بأكثر من هكا؟ والله يشوف بالنسبة لقسم الاستعجالي صحيح للأسف هي المبنى هو قديم للأسف، هذا يعني قديم شوية به. أما بالنسبة كخدمات احنا نقوم بالخدمات اللي لازم علينا الواجب علينا على أكمل وجه، معنا احنا المريض ما نقصروش معاه بل نقدر بحدود الإمكانيات اللي متوفرة ونجم نوفروها للمريض. هذا معنا الكوادر الطبية والشبه الطبية يقوموا بالواجب نتاعهم على أكمل وجه. الحاجة الأخرى اللي حبوا نقولوها، سواء المبنى اللي هو قديم شوية، احنا عنا مساعي قديمة كنا حابين نختمه على باش نبدلوه. علاش باش نبدلو قسم استعجالي وقسم زاد العيادات الخارجية اللي هي صعيبة شوية؟ علاش؟ خاطر المشكلة توا اللي هو في التمويل، لازمنا ساعة في التمويل توا، معناها المشكلة نتاعو في التمويل. احنا البروجي نتاعنا حاضر نتاع الاستعجالي والعيادات الخارجية، وصلت الإشراف وعدونا قبل الكوفيد باش يقوموا ان شاء الله في دراسة الموضوع، والخطر التمويل ما هوش باش يكون تمويل وطني، باش يكون تمويل اجنبي، باش بحث على تمويل اجنبي شكون باش يكفل بالمشروع هذا، باش يكون معناها دوسي حاضر معناتها الملف عنا احنا في دارة المستشفى موجود عندنا، وعند الوزارة زاد راسلنا فيها الوزارة عديد المرات، وللأسف كانت جت وقت الفترة نتاع الكوفيد وصارت معروفة تونس، وصلت تونس تمر بأزمة اقتصادية، معنا برشا امور متداخله مع بعضها، فهمت كيفاه؟ اما احنا ناملوا ان شاء الله، ناملوا احنا مشنا وذي الكل راهو ما يمنعناش، على فكره ذي الكل ما يمنعناش، اللي احنا حارسين كل الحرص باش نقوموا بالواجب نتاعنا، باش نقعدوا ديما نضربوا سماح فكان ونضربوا البنية على القسم الاستعجالي وقسم العيادات الخارجيه التجديد نتاعهم واعاده امين جمعه نعملوا جديد. نجمش ناخذ بعض الارقام في تصوركم للاستعجالي ولا العيادات؟ قداش التكلفه؟ المساحه باش تزيدوا لورجونس في البروجي اللي عندكم في المشروع هذا وفي الدوسي؟ خلينا ناخذوا عليه فكره مثالش. باهي المشروع اللي باش نعملوه، المشروع الجديد هو تقريبا اعاده بناء قسم جديد نتاع استعجالي وعيادات خارجية بقيمة عندكش فكرة؟ عندي بعض الأرقام مسيش خليفة المشروع هذا روية مسيش خذ وقتك فيه شوية أخرى شوية أخرى بعد نرجع بعد نرجع خلينا ناخذ خاطر المشروع كيما هذا راهو معناتها لازم الناس الكل يعرفوا اللي راهو عندنا تصور جديد عندنا تصور بالضبط اللي على الأقل نجموا نخدموا عليه الناس الكل وكمجتمع مدني يكونك الضغط اك السلمي عليهم هما باش نشوفوا التمويلات هذيا وباش يتحرك المشروع هذيا. تو نرجعوا له بعد بشوي. به الارجونس الحالي قداش من طبيب تامنوا فيها تو في المستشفى سي محمد؟ والله كنا احنا كانوا عندنا 10 اطباء، تو عندنا طبيبه خرجت تعاون على طريق وكاله التعاون الفني خارج البلاد التونسيه، معناتها تو اللي معنا كان 9 اطباء في مستشفى بوحجله.
في في على ست على 60,000 معناتها احنا تس... هو أكمباري. احنا نخدموا 24 معناتها استعجالي سيستم 24 معناها شاك 24 احنا عامل 9 اوجي امن قسم استعجالي اكومباري البلايص الاخرين تسمى تسمى راهو احنا تو كي نشوفوا مثلا راهو الجارد نتاعنا تسمى اجي تي بلوتنا معناها الجارد نتاعنا في برشا في برشا حركه راهو كيما قلت لك الجارد احنا نتاع طب احنا طب نتاعنا راهو يتعبوا في بوحاش الخدمه نتاعهم يوميا قداش تستقبلوا في في الارجانس يوميا بمعدل 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 والله يصدي فير معناها ما عندناش حاجه معينه الموين... معناها نوصلوا ساعات نوصلوا حتى نوصلوا 60 70 80 مريض نوصلوا حتى اكثر انت والحالات اللي عندك فهمتك دونك على 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 نهار كامل يتحسبوا على 24 كارت 24 ساعه وصل شوف ساعات احنا نشوف ساعات هي نقولوا احنا اللي هي مش حاله استعجاليه وساعات يجيك مريض لو احنا نحكيوا على حالات استعجاليه وساعات يجي مريض تولي بالحق في بالاخص في الليل ولا حاجه كيما هكاك تولي حتى ماهيش استعجاليه ما تنجمش زاد ترجع مش تقولوا لي احنا الحقيقه هي صحيح حاله استعجاليه احنا نحكي لك على حاله استعجاليه ساعات فما شكون يجيك ما ساعات ما ثلاثه نتاع الليل يجيك مريض ولك ولدي ولا حاجه بالاخص صغير مش ترجع تقول غدا الصباح ارجع احنا الحقيقه نقوم برغم اللي هي هذا هذا مجهود اضافي احنا نقوم به فهمت كيف اللي هو هو في الاصل يرجع غدوه الصباح نقولوا ليش العيادات سنة سنة عشان أما... يجيك واحد على خاطر راسه يوجع فيه معناتك هاو برغم هذاك كمثال معناتها برغم هذاك احنا نقوموا بالواجب احنا ما نخليوش المواطن يرجع ونقدموا له الخدمات اللازمه به خلينا نخرج شويه من الارجونس وخلينا نفهم من الاسطول على الاقل نتاع سياره الاسعاف اللي متوفر عندكم اللي هو زاد يقدم في خدمات باش يجيبهم الحالات الاستعجاليه هذيا كسوا يخرج لهم ولا يجيبهم معناتها زوز الاسطول متكون من الاسطول عندنا احنا توا اربع سيارات اسعاف صنف صنف ب دونك التنقل بين المستشفى بوحاجلة ومستشفى المجزار ولا مستشفى الغرب او التنقل هذاك هو يعني احنا كمستشفى محلي نقوم احنا الواجب علينا باش نقومهم بين بين بوحاجلة والمستشفى معناها مرجع النظر اللي هي مركز الولايه اللي هو مستشفى المجزار ولا مستشفى بمعدل اعمار الاسطول هذا ايش قد ايه والله الحمد لله احنا في العام السنة تحصلنا على زوج سيارات حصلنا شلون نقصد السنة معنا 2021 احنا اقل من عام اقل من عام اقل من عام بعد الكوفيد الحمد لله معنا احنا كوليت احنا كمستشفى بوحشد حصلنا زوج سيارات اسعاف شتوت كنت قبل بزوز قبل كنا بزوز وتوا جاودونا زوج اخرين في معنا في الفترة اللي اقل من عام معنا في الصيف اللي فات صيف الفات به بالارقام اللي موجوده عندكم وبالطريقه الوطنيه رقم 2 هذه وب 60,000 حاله استعجاليه ما تستحقش دائره صحيه بصفه عامه دائره صحيه صنف A في بوحجله اللي معناتها صنف A اللي هو الفرق باش نفسروا للساده المستمعين كان تسمع انه على الاقل يولي نجم يخرج معاه طبيب معناتها خدمات صحيه تقصد سمير وحده وحده الاستعجال سمير والله يشوف احنا هذه الوحده احنا فما اشكاليه صغيره هي تو احنا علاش كسمير الوحدة الطب الاستعجالي موجودة تو في الحاجة تو احنا فما وحدة تحلت في الحاجة ولكن للأسف الشديد معناها ما لقيناش للأسف الشديد مشكلة في الستاف نتاعها عندها خمس سنين ست سنين ظهر لي ولا أكثر تقريبا حاجة سلمتها ريبو حاجلة وموجودة في الحاجة الحاجة سامحني سلمتها المشكلة هي مشكلة صحيحة الحاجة كونها من أبعد معتديات 74 كيلومتر في حدود على مركز الولاية يعني الحاجب صحيح احنا نأمنوا زاد احنا مش نحكي على الحاجب اما جوست تعريج برك فقط تعريج على الحاجب احنا زاد في بحاجة زاد نأمنوا باش يكون عندنا باش نأمنوا على الطب الاستعجالي صحيح خدمنا عليها قبل ومازلنا نخدموا عليها باش يكون عندنا وحده نتاع الطب الاستعجالي خاطر احنا كي نجي نشوفوا توا العدد السمير التنقلات نتاع السمير كي تخرج مثلا من ابن جزار اكثر بلاصه تمشي لاكثر مستشفى تمشي له مستشفى بوحاجله هذاك علاش الناس حتى الي طون بالعكس ما تمشي ربحنا وقت ويفور كل شيء صحيح كي تجي تشوف طب اكثر بلاصه تمشي لها تمشي لبوحاجله هذا معروفه في الاحصائيات الناس كل تعرفها هذاك علاش احنا لازمتنا احنا وحده الطب الاستعجالي وهذا كل اللي احنا زاد في نفس الوقت مش وحده الطب الاستعجالي برك ما احنا نخدموا زاد على مستشفى جهوي صنف ب انا جايين هذاك ملف وحده معناتها معناتها التعطيلات اللي شفناها عليه هو معناتها حاجه من الاخر معناتها عندي وثيقه من وزاره الصحه كان قرا لك الملاحظات اللي كتبينهم على تطوير المستشفى المحلي صنف ب كتيبه كامله معناتها تو من بعد جيو ميساج خاطر الشيخ خذنا برشا وقت وبرشا سالونا عليه سانون بيش دونك الارقام الدافع عنده معناتها الارقام اليوم في معتمديه بوحجله الدافع على احداث جديد اليوم الاستعجالي على عيادات الخارجيه اليوم وحتى على السمير كي نحكيو على 60,000
بصفة عامة أنت اليوم الرقم ذي يدفع على روحه في الأخر. صحيح صحيح. إن شاء الله إن شاء الله نقاو تجاوب. إن شاء الله نقاو تجاوب. والله إحنا شوف كمستشفى جهوي صنف باء فيه عدة الإشكاليات في كثير من الأطراف المداخلة اللي فيه، خاطر ما هو مش مستشفى فقط، خاطر هو مش مسؤول عليه من المستشفى، فما إدارة التجهيز وإدارة. أنا جايينو أنا جايينو مسيش سي محمد هذيك أنا جايينو، أما خلينا نكمل معاك على الأقل في زومبيلونس وفي سمير باهي. في العيادات الخارجية تأمنوا يومين عيادات خارجية؟ بالطبيعة. باختصاصات؟ باهي عنا الاختصاصات. شوف هو طبعا الأصل في المستشفى المحلي طبعا، أما إحنا زاد أضفنا لي طب النساء والتوليد، عنا ثلاث عيادات أسبوعيا، عنا طب العظام جراحة المفاصل بيضاء، عنا طب الأطفال، هذوما ثلاثة الاختصاصات الموجودين عنا تو في الوقت الحالي، ونأمل باش نكون أكثر. صحيح جات فترة كانت عنا اختصاصات أخرين للأسف، معناه كل طبيب فما كل واحد شنو وصل كل زونجاجمون تاعو، معناه ما عادش ينجم يكمل يتواصل معنا، وإحنا قاعدين نأمل زادا ونسعى باش نزيدوا اختصاصات أخرين مع أطباء أخرين، أطباء اختصاص أخرين متعاقدين معاهم، متعاقدين خاطر هما راهو شوف فما شكون متطوع فما شكون متعاقدين. انا شكون طبيب حتى متطوع، احنا عندنا طبيب نتاع طب النساء والتوليد انا متطوع، انا واحد متعاقد انا واحد متطوع، معناها انا الحمد لله معناها احنا قاعدين نخدموا باش ماذا بينا نزيدوا اطباء اختصاص. تعرف المشكله راهي في تونس بصفه عامه شح الموارد وشح شح اطباء الاختصاص راه بصفه عامه، هي شح الكادر الطبي راه موجود في تونس كامل للاسف الشديد. هذا الناس كل ما عارفش كان تعرفها ولا ما راهو بالاخص شح الاطباء. وساعات تسال طبيب تقول له شبيك ما تمشيش المنطقه الداخليه، يقول لك زاد ماهوش متوفر اليوم الاطار العام اللي نجم يخليني نقدم فيه خدمات صحيه. انا زاد اليوم يقول لك انا مش تزني في ظروف صعيبه، مع نقص الاطار شبه الطبي، مع نقص الادوات، مع نقص، نقول لك انا زاد شنو مش نخدم غادي معناتها. ساعات اون كونتر بارتي مش على ابو حاجه القروي، لا لا نحكي على انت على عديد من المناطق، احنا نحكي على تونس كامل. انا كي حكيت على تونس كامل مش نحكي على ابو حاجه، خاطر طب الاختصاص اشكاليه صايره راهي في تونس كامل للاسف. ان شاء الله نأملوا احنا صوت الاشراف تلقى حل ان شاء الله، وان شاء الله بقدره ربي تلقى فيها حل هذه الاشكاليه نتاع طب الاختصاص. به مستشفى المحلي بابو حاجه الحالي تبيتوا فيه؟ فما شكون يبيت يبيسوا فيه؟ معناتها خلينا نقولها بالعاميه من قبل. عندنا هوسبيتاليزاسيون يعني. بطاقه استيعاب؟ طاقه استيعاب عندنا 30 سرير، 17 سرير في قسم الطب العام و13 في قسم التوليد. 13 قسم توليد و17 قسم الطب. 17 سيرفيس ميتين وسيرفيس ماترنيتي. باهي. حاجه اخرى. الناس الكل قاعدين يستناو توا سي محمد، خلينا هذه اللي برشا سالونا عليها. الناس كل يحكيوا على تطوير المستشفى المحلي ببوحجلة، واو مستشفى جهوي من صنف ب، هذا اللي قاعدين الحقيقة الناس الكل نستنيو فيه، واللي نورمالمون عنده مدة لازمو يحضر، واللي احنا التو ما نعرفوش علاش، معناتها ما نعرفوش علاش. خلنا نذكركم هذه الجهة الممولة هي وزارة الصحة، واستنى البرمجة كانت في عام 2012، وتاريخ المصادقة على المشروع هذا كان 29 جانفي 2016، ومدة الإنجاز باش تقعد 600 يوم، وتاريخ الانطلاق نتاع الاشغال الفعلي كان 24/2/2016، دونك افيك اون سيرتين لوجيك لازم يحضر في 2018 هكا ولا اسمه صحيح محمد. بالضبط. ما نجم نعطيكم حتى مبلغ الصفقه في حدود 5,782,000,000، هذايا في حدود نسبه الصرف وصلت 89%، معناتها ونسبه الانجاز وصلت صحيح. صار فما أفنون فما صار زاد مقاول طب عديد المرات في مراجعة أثمان للأسف، وصحيح توفرت طلب مراجعة أثمان وفرت له سلطة الإشراف. يعني فما إشكالية كبيرة اللي هي صايرة بين كما كنت نحكي لك اللي هي بين التجهيز وبين سلطة الإشراف وبين المقاول، اللي هو إشكالية يعني أطراف متداخلة فما برشا إشكاليات. إحنا الفترة اللي فاتت حاولنا باش نعملوا ريسبسيون بروفيزوار قبول وقتي استلام وقتي، ولكن سلطة الإشراف حسب ما إدارة البناءات رفضت، قالت هذايا راهو ماهوش سولون لي نورم ما نجموش نقبلوه، مخالف للمواصفات. لا في ريسبسيون معناها ريسبسيون، قالت لي يستحيل باش ناخذوه ريسبسيون، فهمت؟ هذا سلطة الإشراف عطات خلفها من حاجة اللي قسم مكتب مختص بالبناءات اللي في إدارة جهوية الصحة. لا إدارة البناءات بوزارة الصحة. إدارة البناءات بوزارة الصحة هي اللي قالت ما تقبلوش على خاطر فما بالوقتي خاطر في بعض مش مطابق المواصفات. لا هاو شنو هي فما إشكالية تو في الجروب الإلكتروجين.
جروب الكتروجين اللي هو توا مش متوفر. به قبل الجروب الكتروجين خلينا نعطي على الاقل بعض الملاحظات اللي وخلينا نعطيو الراي العام خلينا نوضحها يفوبورتوت خاصه للمجتمع المدني الموجود في سيدي عمر بوحاج. من الملاحظات انعقدت جلسه عمل بتاريخ 4/3/2022 معناتها نحكيو على مارس 4 مارس بمقر الحظير، وتم الاتفاق خلالها على ايجاد الحلول الكفيله لاستئناف الاشغال والتنسيق بين جميع المتدخلين في المشروع، شركه اقساط السوائل الطبيه والمقاول، والقيام ببعض الاشغال اللي تطلبها عمليه تركيز التجهيزات الطبيه. اثنين، كما تعهد المقاول بمد الاداره بمخطط نهائي للاشغال واتمام اشغال تعاقديه بصفه، كما تم الاتفاق مع المصالح الجهويه للتجهيز والسيد الوالي على النظر في امكانيه القبول الوقتي والجزئي لبعض مكونات المشروع كما المطبخ، الصيدليه، قسم الولدين، طب الاطفال، بيت الموتى هكا ولا هذوم وامكانيه استغلالها بعد ان يتم ربطها بالشبكه الكهربائيه، ويبقى قسط قاعه العمليات غير مستغل حتى استكمال اشغال تركيز التجهيزات الطبيه الثابته والتي اسندت صفقتها الى شركات بطلب العروض كما قسط تعقيم وتطهير، قسم السوائل الطبيه، وقسم القاعات العمليه. هذه اهم الملاحظات في اخر اجتماع ولا هذيك هي اهم حاجه. من تاريخ 4 مارس حتى لليوم شنو اللي صار من معناتها من الاتفاق هذايا معناتها سي محمد؟ للاسف ما صار حتى شيء. شيء ما صار حتى تقدم. حتى كي جا الوالي والمدير الجهوي وقتها في بالي جاوا قاموا بك الزياره شيء. للاسف ما صار حتى تقدم. للاسف الشديد تو انت فما نقطه كنت تذكر فيها. قولي. شنو اللي باش يصير على الاشغال اللي باش تصير؟ تعاود تقراها بالضبط. معناتها تم الاتفاق ايجاد الحلول الكفيله لاستئناف اشغال والتنسيق بين جميع المتدخلين كيما شركه اقساط السوائل الطبيه والمقاول. خلينا نفهم خلينا نجيك نقطه بالنقطه. نحكيو على المقاول على البنيه، خلينا نحكي كان على البنيه تو بعدها نحكيو على المتدخلين الاخرين اللي مشاو لتسكي لي زانستالاسيون باهيش. البنيه حاضره والا لازم محمد؟ خلينا نفهم تقريبا ما نقولش انا 100% في حدود قداش؟ في حدود 85% 90% حاضره كحيوت. احنا اوزر احنا باش نحكيو كحيوت كحيوت لحيوت حاضره حيوت حاضرة تبقينا فما الخدمة الكل تو على الجروب الكتروجين وعلى الفلويد ميديكوم تاع بلوكوبيرا. دقيق كي الحيوت حاضرة من وقت من عام حاضرة الحيوت محمد؟ الحيوت حاضرة عند تقريبا أكثر من حوالي تنجم نقول احنا 3 سنين هكاك حاضر كونفيرم ومطابق للمواصفات الحيوت. مطابق هذه المواصفات، شوف هذه مطابقة للمواصفات ما نجمش انا نقول خاطر هذه تبع التجهيز هي اللي باش تعطي التقارير اللي قدمها التجهيز. التقارير فما بالطبيعة فما دي ريزيرف ديما لي ريزيرف ديما موجودين حتى الخلالات كبيرة. لا انا على مش حكاية كبيرة تعرف كل بني لازم فما خلالات صغيرة مش كل خلالات قايلة للسقوط معنا مبنى قايل هو شنو الخلال الكبير اللي احنا نخافوا منه الناس الكل مبنى قايل للسقوط ولا نستعمل ويتشاف صحيح الله لا يقدر الاخرين الكل ينجموا يتصلحوا معنا ما فيهمش حتى صلحهم والا لي وقت اللي يقدموا له الخلالات هذي. والله يا اخي في اخر مره لا ما قدمش هو شوف هو شنو هو كيحب يكمل هو انا حسمه هو راهو يحكي هو على روحه اكثر من اللي انا باش نحكي عليه اما انا اللي فهمت من عنده هو اللي هو الخلالات هذي باش يصلحها وقت القبول وقته باش يصلح مشروع يقول لك صلح خاطر مش شدوا برشا فهمت كي يلقى صيغه تاع انهاء المشروع هذاك يقول لك انا نختمه وما قلقني شنو اللي معطله هو حس ما يحكي يقول انا ناقصني افنو مازال ما تصبليش وطالب بريفيزيون دو بري وعنده ساعه حاجه اخرى في لي جروب الكتروجين اللي كنت نحكي لك عليه الجروب الكتروجين خلينا جاي خد جروب الكتروجين حكايه اخرى هذاك التعهد نتاعو ولا تعهد اخر معناتها به هو معناتها من 3 سنين معطل خطر عنده قسط ما تصبلوش عنده قسط تعطل شويه تعطل فتره شويه حسب لاحظنا انه قسط تعطل شويه على المصادقه عليه وعلى وتمت المصادقه عليه صبوه له القسط نورمالمون اي كي صبوه له علاش ما كملش؟ لا تو هنا جينا احنا في المرحله الاخيره تو ما هو اخيرا ما عندوش برشا نورمالمون مشينا معناها تحل الاشكاليه نتاع القسط الاخير ما عندهاش برشا الحكايه يمكن حكايه شهر ونص شهرين ما يبديش في الشهر ونص شهرين هذوما والله شهر. هو تو حاليا كما قلنا في المفاوضات بينه وبينهم جماعه في الويد ميديكو اللي هما باش يخدموا تو في الويد ميديكو بارامون في شركه ارليكيد اللي باش تخدم المسؤوله هي على السوائل الطبيه اللي باش تخدم على الاكسجين ميرال نتاع البلوك نتاع البلوك اوبيراتوار قالت بعد العيد خاطر عندها ديجا عندها ديزومبيشمون اخرين باش يكملوا هو في الشانتي احنا شنو انا اللي حاجه اكد انا ارليكيد خدمت معاهم قبل نعرف معناها خدمتهم الحقيقة عملت أكسجين ميرال في المستشفى أنا في وقت الفترة نتاع الكوفيد خدمناها بتكلفة مشروع حوالي 70,000 دينار اللي كيد بالنسبة كخدمة نتاعهم معناها خدمتهم معناها ما فيهاش إشكالية
طب ما اللي كده مش نشكر فيها ولا حاجة، أما أنا حاسس معاملتي معهم هنا في المستشفى ما لقيتش معهم حتى إشكالية، وقوموا بالواجب بتاعهم هما حسب ما وعدونا، قالوا راهو عندهم إشكالية خاطر اللي عندهم في شانتي آخر يخدموا توا بعد العيد يكمل شانتي ويجيو يخدمونا أرلي كيت. بعد العيد بقديش معناتها عطاكمش بالدات على الأقل باش تحديدا اللي أما تصور مش برشا جمعة جمعتين ماكسيموم معناها مش بعد العيد بعد العيد برشا باش يبداو يشتغلوا. كيفاش يجيو أرلي كيت معناتها لازم يلقاو البنية اللي باش يخدموا عليه هما كونفيرم لينر، نخاف أن نطيحش في الإشكال هذاك. لا هما يعرفوها البنية. لا هما يعرفوه جيوا وشافوها قداش مره معناتها ماتريالهم موجود وديما يجي بحثين. دونك انا اخر مره اللي شهرين تالي دخلت معنا وفما جاو جزء من الماتريال ديجا موجود في الوحده. اي هما بيدهم جاو معنا الماتريال نتاع التلافه نتاع التلافه نتاع الفلويد ميديكو، عندنا البريسيزيون وعندنا اير ليكيد وعندنا شركه بروشيديا اي نتاع في قاعده العمليات كلهم حاضرين. الماتريال هم حاضرين، بروشيديا تقريبا باش يكمل نتاع ستيريليزاسيون قريب باش يكمل جوست خاطر شوف خاطر هو شام بالضبط. بروشيديا يخدم ليبرا نتاع البلوك اوبيراتوار فهمتك اللي يخدم لي لومب الكبار وليبرا هذوك خدمته. بروشيديا في من العيد يكمل. لا هو راه مربوط في الفينيسيون مع نتاع المقاول. وصل لي هو راه جدال صار كل واحد يقول لك انت تعمل فينيسيون خاطر كتب حاجه مش مذكوره بالضبط في كراس الشروط كل واحد يولي مش مذكوره شكون تحت مسؤوليه شكون هذايا. والله ما نجمش نقول حتى ما عنديش فكره حاجه ما نعرفهاش. اي خلينا نفهم توا حاجه اخرى. المقاول بريفيو اللي في بالي بيان وكان حاضر بحضرنا الجمعه اللي فاتت السيد معمر الحاجي مدير الجهه للصحه لنا نورمالمون نهار الجمعه اللي فاتت يعطيكم الجروب هكا اللي في بالي بي هكا ولا مقاولة نورمالمون الجمعه اللي فاتت هاي مد لكم الجمعه اللي فاتت ولا ما ادش؟ لا للاسف الشديد هو بيعلت شنو زاد المرض هذا عطاكم اعتاكل ما اعتاكل من الناس الكل التزامه كان واضح مع صوت الشرع. نجم توجه له هو سؤال ما نجمش نقول حتى شيء. نجم توجه له هو سؤال ما تعرف سي محمد خلينا نحكي بصفه عامه على الاقل وكانه المقاولين في ولايه القيروان في قطاع الصحه خاطر كي نذكر مستشفى السبيطار الكبير قال لهم تو نكمل وعطى تعهدات ما زالت ما كملتش الاخر تو نجيب لكم الصور نتاع مستوصف اللي في الوسلتين مازال ما كملش انت نورمالون باش نعطيكم جمعه جروب الكتروجين مازال ما كملش وسيتي لو سيلونس توتال وقتا نولي نتسائل شويه معناتها نقول دونك معناش حتى جروب الكتروجين باهي وستيك تنجمش تهبط لنا ذو على الاقل. والله شوف ستيك راهي ستيك عندها حسب اخر اجتماعات اجتمعنا فيه حتى مع رئيس الاقليم نتاع ستيك هكا حكينا معاه اخر مره قال لي انا راهو ما عنديش مشكله انا حاجه برك لازم يكون راهو كونتور اوني انا ك مونجيلا برك خنسالة مونجيلا برك باسم المستشفى فوالا باهي يصير كونتور اوني شنو باش يصير لازم يكون الربط من المستشفى المبنى القديم بالمبنى الجديد اللي هو توا نوعا ما ما يصير كلمة يكون عندنا جروب الكتروجين فهمت كيفاش هو خاطر بالقانون هذه اخر مره كحكينا معاه قال انا قانونيا ممنوع عليا باش نعطيكم انا سي حتى بصفه وقتيه سي كازي امبوسيبل خنخدم البارتي اللي حاضر على الاقل ما نجمش هو هذا قانونيا قال هو القانون هذا هو مربوط بالقانون هذا حسب ما حكينا احنا حاولنا مع عديد المرات سواء من جهتي انا سواء من طرف نتاعي انا سواء من طرف السيد الجاوي سواء من طرف السيد الوالي الكل معناها حتى قد على قد ما حاولنا قال لك لا انا ما نجمش هذا غرق قانون وقانون هو اللي يحكم فيه انا ما نجمش واحنا زاد بالطبيعة احنا نزلنا كلنا تحت القانون معناها نزلنا كلنا هذاك مادام قانون احنا نجمش نجيب لازم نحترموا مارتين اكثر من ما الانسان الاليه معاك انا في الفكره هذه معليش القانون قانون هو كان هو ماذا بيه وحب يعاوننا ولا حقيقه ما قصرش وجينا حتى المستشفى وشاف وعمل حتى بين معناها مجهود وحتى شنو اللي لازمنا نعمله معناها خاطر على اساس باش نعملوا بيرو ديتود وبعد بيرو دو كونترول باش نشوف من بعد على البروجي حتى لابيل دوفر شنو نعملوا باش نعملوا شنو لي زون بين البنيه الجديده والبنيه القديمه الحقيقه هو ما قصر جاب ليكيب نتاعو هو الحقيقه مش مقصر اما القانون هذاك هو القانون يقول لازمنا قلنا علاش انا سالتك علاش انا سالتك هذا خاطر كان يجينا احنا الضوء على الاقل بصفه وقتيه حتى كان معناش الجروب هذايا معناتها المولد الكهربائي تنجموا تستغلوا تدخل في حيز الاستغلال كلكو سيرفيس معناتها كيما نتاع الكونسلتاسيون مثلا هكا ولا الكونسلتاسيون ما عندناش الكونسلتاسيون كيما كنت نحكي لك احنا ناويين باش ان شاء الله اذا سهل ربي لقينا تمويل ان شاء الله في باش
عندنا جزء احنا شوف تو مثلا فارماسي او نحكي لك على الفارماسي انا عندي اشكاليه تو مثلا في الفارماسي عند الفارماسي حتى البنية نتاعها قديمه تو انت احنا دواء وكل شيء معناها احنا المبنى نتاعها صحيح احنا بقدره ربي هي لاباس المبنى ما اما مبنى يعني ضيق ومبنى يعني غير مريح باش تقوم بالخدمات القسم الصيدله واحد الصيدله باش تقوم بالخدمات على اكمل وجه احنا تو واحد الصيدله جديده حاضره تمنينا احنا على الاقل سواء كمطبخ ولا وحده الصيدله بالاخص هذوما اكثر حوايج على الاقل حتى باش نستاسوا حتى في السبيطار احنا راهو عندنا مشكله في الليلكو في السبيطار ما عندناش ساعات نوحلوا في اي حاجه شلون باش نعملوا فيها معنا احنا مشكله كبيره في الليلكو احنا تمنينا على الاقل باش يكون حتى ريسبسيون علاش كما كنت نحكي لك احنا تمنينا حتى باش يكون عندنا ريسبسيون بروفيزوار من الاول ولكن للاسف الشديد هذا ما كناش املناه ولكن جينا صرت الاشراف قلت لنا راكم ما تنجموش تاخذوه واحنا بالطبيعه احنا كنا تحت وزاره الصحه هذيك مادام هي رات راي نتاع وزاره الصحه لازم ما نمشيو بيه اخر تطورات في المشروع هذا اخر اجتماع كان صار والمعش كان بعض المعطيات خاطر انت بيزار وضعيه معناتها بيزار ما انت وتدفعوا في فاتورتها انتم قبل الناس الكل بريتورا وبك الظروف الخايبه اللي قاعدين تخدموا فيها وبك رده الفعل نتاع المواطن كي يدخل يلقى بنيه جديده حاضره ويدخل يلقى خدمات مش عارف شنو صار ما يعرفش هو السبب نتاع الديتاي وما يعرفوش المقاول ما حبش يعطينا جروب الكتروجين اللي قال لكم بعد جمعه اعطاكم التزام نتاع الجمعه راه قال نهار الجمعه مش نركب ونهار الجمعه ما ركبوش وانت وفي جمعه الثانيه هي اخر تطورات في الملف هذه وين وصلت محمد ولا اخر تطورات ما فماش حتى تطور تو الى حد هذه اللحظه ما فما حتى تطور انا نستنى حاليا في ايرلي كيد باش يجيو يركبوا لنا الاكسجين بعد العيد والماكينات تاع الاكسجين ما يخدموا كان بالضوء هي احنا على الاقل نعملوا لا نستنى فاهم كي معناتها البلوك اوبيراتوار انا نحكي لك على البلوك اوبيراتوار اما بالنسبه كجروب الكتروجين تو حاليا حسب نقعد نستناو فيه سي باول كما تفضلت باش سي المقاوله صح كلمة ليلي صح كلمة صح كلمة سي محمد معناتها شنو مش نقول لك معناتها من نجم نقول حتى يخرج هو وعدنا الحقيقة وعدنا قداش مرة بالأخص كي تحلحلت اللبنون الثاني كي تحلحلت مشكلته وعدنا قال باش يجي نستناو لعله هو عنده الحقيقة مشاريع أخرى إلى سيد المقاول أعطيتنا كلمة معناتها وراهو في الشهر الذي معناتها راهو انك اليوم كي طابت لنا الجروب الكتروجين رانا باش نرحموا على والديك برشا خاطر سرعت لنا في المشروع هذايا معناتها اكثرش منك بالليامات الفضيله هذيا بطريقه او اخرى خاطر نعاود لك سيد راهو عملها على كيف ومازال باش يعملها على كيف وما فماش حل قدام شويه به فيما يخص التعقيم والتطهير في بالي فما دينار لازم يكونوا موجودين حتى في نوعيه خلينا نسال الساده المسائل حتى في نوعيه الدهينه في نوعيه ليزولاسيون سيباراسيون الباب لازم يكون كي يتسكر يتسكر كونفورم هذا الكل الباب في قاعه العمليه في قاعه العمليات والا لا البيبان مازال ما تعملوش في قاعه العمليات احنا نحكيوا على حيوت اي نحكي لك ما مش نحكيوا على حيوت هي الحيوت تقريبا بالنسبه 80-90% تقريبا معناها حاضره كما قلت لك نغسل فينيسيون نغسل في الويد ميديكو اكاو ناو البيبان بالطبيعه فيهم في اوزل يفهم حوايج راهم يتعاملوا كان بعد ما يركبوا اللي في الويد ميديكو يركبوا مثلا حتى مثلا البيبان وكل شيء من نجم يركبهم كان بعد ما كملوا في الويد ميديكو فهمت خاطر فما ماتريال لور وما تنساش على ماتريال لور في الويد ميديكو احنا ما نستهنوش بيه راه فما ماتريال لور ماتريال بعض التصاور اي بلوك كامل معناتها تحسوا معناتها بلوك اي هذاك علاش ما تنساش اي ما نجم نعملوا شيء كان المقاول كان سي المقاول باش يعطينا على الاقل الضوء معناتها سي محمد ما نجم نعملوا حتى شيء معناتها شوف احنا بطبيعتنا احنا شوف احنا ما نجموش ساعة في بلوك اوبيراتوار قاعة عمليتنا وليش جروب الكتروجين لا قدر الله انت عندك مريض تحت قص عليه الضوء لطف يا ربي يموت مش حتى بلوك اوبيراتوار سبيطار كامل قص عليه الضوء قص عليه الهواء معناتها قص عليه الضوء احنا لا بالرغم هذا احنا عندنا مشكلة نتاع الضوء احنا قصان الضوء احنا ديما تصير على قصان الضوء شوف انا علي. والله شوف عنا مشكلة الساعة هي عنا مسألة مشتركة بيننا الساعة فما كما كنت نحكي لك المبنى اللي هو مبنى قديم ديما وفما حاجه اخرى من المستيك بالنسبه كمبنى قديم انا عملناه الحقيقه ما
من الصيف، الصيف الفارط، خطر معروف انه كونه اكثر قصان نتاع الضوء يصير في فصل الصيف، الاستهلاك الكبير نتاع الطاقه. قمت الحقيقه بالصيانه، عدد صيانه حتى في لي ترانسفو، عملت حتى مع شركه خاصه في تونس العاصمه، يعني قمنا بعمليه صيانه وبالتنسيق مع شركه تونسيه للكهرباء والغاز اقليم القيروان. سامرشي حل جزء، حل جزئي في ترانسفو، عملنا في لي ترانسفو الموجودين في السبيطار، وزدت نقصت لي كوبير مونتي، نقصت وزدنا توا بدلنا على الشبكه الكهربائيه نتاع قسم الاستعجال، بدلناها الكل، بدلنا الخيوط الكل كبلاش كل بدلناه، خاطر بالحق جاينا توا صيف وعندنا فاكسان وعندنا الله اعلم الله لا يقدر. وعندنا حاجه اخرى توا، فما حاجه اللي فما مشكله نتاع الضوء، خاطر الضوء ماهوش ستابل، مش كونستا فوالا، احنا توا التدفق نتاع الضوء ماهوش راكح، ما تمر الفوق مره الضوء تمر الفوق، ولذلك يضرب لكم الماكينه تاع ديجا ضربوا لنا قداش الماكينه للاسف الشديد. اقل ماكينه ضربت لكم تكلفتكم قداش؟ خليفه مزيده برشا؟ لا والله ضربت لنا برشا، احنا شازونتير فما مره، فما طريقه كارت ضربت لي بثلاثه ملايين، ميم با في جامعتين ضربت لي مره اخرى كارت نتاع شازونتير تاع الكرسي نتاع الكرسي الاسنان ثلاثه ملايين كارت الكترونيك ضربت لي في جمعتين، في جمعتين تتضرب لي مرتين. وشو الحل؟ والله شوف، بالنسبة لي أنا كشبكة كهربائية، أنا هذي خدمت حل تابعني أنا في المستشفى كشبكة كهربائية جددتها الكل. حاجة ثانية، فما عنا حاولنا مع ستيج كثير عديد المرات، حاولوا هما معنا بذلوا هما معنا مجهود، ولكن قعدت عنا إشكالية اللي الضوء ديما معنا بلي عملوا ديما الضوء قعدت لنا توصل لنا 250، احنا عنا لازم ستابيليزاتور، ستابيليزاتور للأسف الشديد ما فماش في تونس مفقود. شوف تكلمت عديد المزودين قالوا لي اخر مزود قال لي ما غير ما تعب روحك راك جمهورية تونسية راه مفقودة. بتكلفة قداش؟ تكلفة حوالي 3 معناها تقريبا ستابيليزاتور شو بدلوا تقريبا 3000 دينار زوز 3 ملايين. السابيليزاتور هو اللي باش يركح لنا الضوء في الطاقه. من ثم حد من المجتمع المدني اللي قاعد يشوف لنا حكي؟ لا شوف، على الاقل يشوف لنا كيلكو دوفي من برا ولا من الخارج، يعني خاطر تو حاليا في وسط تونس احنا تو 3000 دينار نجموا احنا ناخذوهم على ميزانيه المستشفى، ولكن المشكله في كيف المشكله شكون اللي منين؟ احنا تو المزودين شفنا عديد المزودين وعدونا، وان شاء الله احنا ان شاء الله بقدره ربي اول ما جي انا فهمت شكون نسيت، وقلت له اخر واحد قلت له خلي لي زوز على شيء. وانت لازمك واحد برك ولا زوز؟ زوز على الاقل ديسكافيا دو فوا ديسكافيا معناها فان كافيا لازمني باش معناتها تخدم يخص الذو بمعدل قداش؟ تو لا تو ما قلنا احنا مازال ما سخنتش احنا الدنيا، تسخن شوي تسخن شوي الدنيا يوميا تولي تسير لكم والله ساعات حتى مرتين ثلاثه ساعات بالخاصة احنا الضربة الكبيرة شنا كما قلت لك الماكينة نتاع التونطير تو الكليماتيزور فما عملنا ضربوا لي كليماتيزور مرة في قسم قصر الضوء. ودويت كيفاش تعملوا فيها؟ للأسف الشديد احنا الدويت ديما احنا نتفقدوا فيهم، كل قصر الضوء نمشيو نتفقدوا الدويت نتاعنا، خرجوا بالخص لي فاكسان والحوايج في الفجدير ديما نثبتوا على روحنا للأسف الشديد. ما انت معطاني في الجديد والقديم سيد المقاول؟ نعم معطاني في الجديد والقديم سيد المقاول، خاطر الجروب هذا ما عادش يخص عليه كان الجروب نستغناه على ستيج نستغناه معناه على المجهود الكل قاعدين اللي عاملينه هذه الكل نعملوا في حاجه اخرى نعملوها هذه كما قلت انت معناها تتحل المساله هذه ليه ان شاء الله تتحل المساله هذه الى جميع الى من يهمه الامر وكا واللي نجم يتدخل في الموضوع هذايا خلي يتدخل معنا خاطر راه ما يجيش منه تبدا في السبيطار قصة الضوء معناتها شنو انت تصور انت سي محمد كاعلام احنا اليوم نهار اللي قصة الضوء نمشيو نكونوا موجودين احنا غادي كنا نشوفوا رده الفعل نتاع المواطنين اللي يقول لك ما مدخنيش انا شنو مريض نتنفس بالسيف تقص عليا الضوء ويعمل لقدرك رده الفعل على الطبيب الطبيب يقول وين شنو ذنبي معاك قصة الضوء شنو نجم نعمل معناتها شنو مش نعمل معناتها فهمت معناتها شنو وين تنجم توصلني حاجه ذي هكا حاجه اخرى احنا تو حاجه اخرى زاد حبيت نوضحها لك ما تنساش احنا راهو عندنا فتره نتاع الكوفيد فما مرضى كنا نحطوهم في الكونسنتراتور معناها ما تنساش هذايا الحمد لله عملنا حسابنا احنا حاطينهم في الكونسنتراتور بدلناهم على البوتي وتو البوتي دوكسيجين تو ميرال زاد الاكسجين ميرال زاد الشيخ يخدم بالضوء زاد كيف لا كل شيء بالضوء ما يا اخي فيش خايب كل شيء بالضوء تو معناتها مش مشي. انا مرضى انا عندك مرضى نجم نخدم على الظليم ما جاتش نخدم على الظليم معناتها اجاني كا يرجعوا باش دخلها انا مش نقول له اصبر اللي نرجع الضوء مشكله مش خاتي فما مشكله مع اخطر اللي هي اتلاف المعدات اللي انت تو سامحني لمريض مريض تنجم تو كي بالاخص ما تكونش حاله استعجاليه تنجم تتعداها الحكايه اما فما كي
ما فما حاجه اخرى زاد المعدات هذيك كي تضرب تضرب كيما قلت لك عملناه الكارت نتاع شزونطير 3 ملايين تصور انت الراديو عملناه زاد ما حبش يختم لي عملناه لاباري راديو عم زاد صارت لي مشكله عليه على قصه الضوء كيف كيف نفس الاشكاليه معنا صارت لي برشا مشاكل على قصان الضوء انا عندي مشكله كبيره في السبيطار قصان الضوء في باليش بالخطوره هذيا مش نكذب عليك معناتها في باليش معناتها مش الكوبير نتاع الضوء مش بلي تصير اكسيدونتيلمون وقت اللي في معناتها في تونس الكل في الصيف نعرفوا ساعات تيتيح شوف هو ساعات تيتيح انا مش هكا حجله الكل وبالذات ساعات اللي نحن على المستشفى في المستشفى تصير لنا مشاكل احنا بالاخص في وقت الذروه كيف تصير الضوء معناتها شنو قصه الضوء معناتها فاش قاعدين نحكيو معناتها تعرف كم شوسو نحكيو على الضوء في السبيطار سي محمد هي سيري كوا معناتها مش نحكيو على الاكستنسيون جديده ولا مش نحكيو على انجازات جديده ولا قاعه عمليات وقت اللي انا الضوء ما عنديش نعرفش راهو مش نحب في مسؤوليه الحمد لله ونعاود ناكد راهو مبدا في الايميسيون ماش نحاولوا في ماش قلت لي خدمنا خدمتنا وستيك خدمه خدمه اما نتيجه لازم نلقاو حل ديفينيتيف كسوا في الاستابيليزاتور هذا ولا كسوا تمشي لسه الى سيد الوالي والى السيد مدير الجهه يمكن صارت الاجتماع قبل ولا ما عرفش كيفاش راهو السيد اللي عطاكم كلمه المقاول باش يحط الجروب راهو كان يحطوا ما عادش عندنا مشكل نتاع ضو يمشي يحط الجروب اللي مثلا مش حل اخرى ولا صيغه اخرى يمشي هو يحل خلي فرهتنا في السبيطار ما يجيش منه عيب عيب اللي قاعدين نسمع فيه احنا اليوم يمشي يحلوه ما كنتش تصور ان قصان هكا سي محمد به للاسف ان شاء الله يحضر شو اقول لك ان شاء الله يحضر 2018 ان شاء الله يحضر دعواتنا في الايامات البذيله انه يحضر وتلم حل حاله الاشكال ان شاء الله يا رب من الاشكاليات ومن التساؤلات قاعده توصل لي خاطر لضيق الوقت في بالي فما في الدائره الصحيه في بوحاجله في معتمديه بوحاجله احداثات جديده في بعض المستوصفات كيما مستوصف الفتح وفي بين بيل تو مازالت معطله انطلاقه الاشغال نتاعو علاش عندك فكره هو مربوط راه بالمجلس الجهوي وخاطر على حساب التنميه المندمجه هو هبط هو لابيل دوفر تيلاني هبط على حساب التنميه المندمجه اخر حاجه اللي في بالي في اختيار المقاول هذا اخر عهد بيه معناتها وجوز باش يختار المقاوله اي بقيمه قداش المشروع هذا والله عندكش فكره ملف فماش بعض الاحداثات اخرى اللي هي قاعده معطله في 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 الدائره الصحيه في بوحجل شو احداثات جديده ما مشاريع قاعده انكور مثلا لا لحد هذه اللحظه ما فماش ما قاعدين نخدم على اخرين نخدم على عديد مراكز صحه اساسيه اخرى كما النصر كما تطير كما معناها قصد التاهي قصد التوسيع قصد شنو بالضبط إعادة أمينجمون جديد معناها شنو عودوهم مش تعودوا أمينجمون متاحهم جديد من جديد بريد وقتش تنطلق الأشغال لا 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 احنا قاعدين نخدم عليهم ما قلت لك شي راهو عنا ترصد فلوس ولا حد شيء احنا نحبوا نعملوا نشوفوا احنا شي الخطوات وقتش وفقونا كي وفقونا يعطيونا لوكي من سلطة الإشراف وقت نجم نحكي فيه دوسي حاضر في عند سلطة الإشراف المجلس الجهوي ولا أنكور قاعدين تحضروا فيه قاعدين نخدموا فيه أنكور بيه. شوف الحين فما حاجه حبيت نقولها لك راهي ما نساوش احنا احنا وقت الكوفيد الفتره اللي فاتت كل شيء معطل مشاريع بصفه عامه عامين التالي اللي كانوا كل شيء معطل يعني ما فماش حتى مشاريع صار فيه تقدم سواء على سواء في المستشفى سواء غير المستشفى على المستوى الوطني انا نحكي بصفه عامه على مشاريع معظم المشاريع كانت معطله مع المشاريع ما تصورش في زيد انت سي محمد تصورش انا على مستوى وطني اعطيني ما تصورش فما ولايه بار ولايه القيروان اللي المشروع لازم يتم تسليمه 2017 2018 مش كان مش نحكي على ابو حجلة حتى على السيرفيس نتاع الصغار اللي في معناتها لازم نسلمه لك وما نسلمولكش فهمت شنو وما نتصورش في ولايات اخرى نجم نعطيك مستوصف غير صور مثلا فهمت شنو ما نتصورش كان في القروي قاعدين راهو فيهم راهو كان في القروينه كان في القروينه راهو على حساب ارواح بشريه نعاود نذكر الناس الكل راهو ذي الكل على حساب ارواح بشري دونك الاولويه القصوى توا انه اجى معناتها اجى خلينا نحلوا السبيطار هذا توا يفك علينا ويفك حتى على مستشفى الجامعي ابن جزاره بطبيعه خاطر احنا الخط الاول ما نسويش احنا بريمير ليني واش فكوا كثير معناها كثير العيادات اللي كانت اللي كنا نقوم بها في مستشفى ابن جزار بالاخص في طب الاطفال ولا في طب الولدان عندنا قسم طب الولدان وطب الاطفال وعندنا زاد بلوك اوبيراتوار قدرة ربي معناها كي تحل المستشفى توفر كادر طبي وشبه طبي موجود نقسم برشا ترى طبيه وشبه طبيه هي توا صحيح انا مش نحلوا نعملوا توسع وعمليه قاعه العمليات الاطار الطبي وشبه طبي متوفر توسع لازم كادر طبي وشبه طبي جديد اخر خاص بالاقسام الجدد توا احنا اللي عندنا تقريبا تقريبا احنا صحيح انا نقص مش نقص انا نقص قسم الاطار الطبي عندكم
انا كما كنت نحكي تسعة طباء شيخ المعيادات ويخدموا زاد من نسويش احنا عندنا زاد مراكز صحه الاساسيه لبرا وعنا عيادات وعنا عنا زاد استعجالي دونك تسعة يامنوا في هذوما احنا وما يامنوا هذوما وساعات توصل معنا مثل الخدمه ساعات يوصل حتى لبعض نص النهار ماضي ساعه يعني الصباح يعني هي في العاده والطبيب يكمل ساعات في اماكن اخرى يكمل 10 ونص ل 11 احنا ساعات يكملوا قريب الماضي ساعه يكملوا على خاطر الضغط واذا حاليا احنا تو الاقسام هذه نحكيو على انتداب نتاع اطار طبي في حدود قداش اربع طب اخرين على الاقل لازمنا خلينا نعرف احتياجاتكم زاد اليوم اكثر تبتي ما تنساش انت عندك طب ولدان لازم شيف سيرفيس او ميساجر سيرفيس شيف سيرفيس هذا كيف طب طب الاطفال وعندنا زاد كيف عندنا زاد بلوك اوبيراتوار وزاد بلوك اوبيراتوار لازم شيرجيان لازم انستيزيست وراس يعني انستيزيست خلينا نلقاو ساعه في المدينه على الاقل خلينا نلقاو احنا لنا على الاقل متوفر يكون يوميا وكامل ايام الاسبوع على الاقل خلينا نلقاو احنا لنا ومش نمشيو ريت معناتها نجم نلقاو تحضر البانيو ونلقاو شي مش نستغلوا نقص الاطار الطبي نجم محضرين السيناريو ذا محمد سيلش. والله ما تقولش محضرين له خاطر هذا اللي صاير في مناطق اخرى وفي تونس احنا رانا في بوحاجه مش معزولين على تونس رانا احنا نقطه ما جزء لا يتجزأ من جمهورية مجموعه هذا صاير في عده ولايات اخرى للاسف الشديد كما كنت نحكي لك انا اول ما بدينا في اللقاء نحكي لك راهو فما كثير من الاطار الطبي وشبه الطبي خصوصا الطبي عديد من الاطباء عديد من الاطباء ما مش قاعد معنا ما يحبوش خايبه المسا وفما زاد عديد الاطباء قاعدين يهاجروا برا خارج تونس يا خايبه المسا كان نصهم يحضروا ما لقاوش كم شيخت للاسف الشديد وعنا مستشفيات اخرى ما نتعرفش البعيده بحدنا ركاب لهنا هذا كيف نفس الاشكالي حاضر مستشفى نتاعها سنجي يوسف نصف باء مجاز الباب هذا كيف ومش قاعدين يستغلوا فيه خاطر ما ثمش اطار طب ان شاء الله لهم هذين يقولوا قبل ما نخليك كانغرو يسير لحضورك بحدنا كلمه الختام نخليها لك انت سي محمد شكرا الحقيقه من الحان نحب نعاود نشكر اذاعه حياه فاء وجبنا ذي ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه وشكرا على التركيز على الوضع الصحي في بوحجله مرحبا بكم تنجموا زاد تجيونا وتطلعوا عن كثب وعن قرب وعلى مباشره كان جي قص علينا الضوء معناتها شنو نعمل لا القدر ربك يجي وجوهك وجوه خير ان شاء الله بتقصش الضوء ان شاء الله الوضع الصحي في تونس احنا نامل ان شاء الله يكون تحسن في تحسن احنا نخدمه باش يتحسن الوضع الصحي هذا واجب علينا باش نقوموا به سواء مع من جهتنا احنا ولا بالتنسيق مع سلطة الاشراف وان شاء الله احنا نحاولوا احنا مشنا قاعدين ندخلوا في جهد باش تحسين الوضع الصحي في بوحجله ولا في تونس ككل هذا واجب علينا وهذاك احنا علاش موجودين في المسؤوليه اللي خديناها محمد تجيني تراد مدير الدائره الصحيه بوحجله نغرو ميرسي لحضورك بحضنا هاكا نكون وصلنا لاخر سونتي 5.0 بالنسبه اليوم الجمعه ذي نغرو ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برود ويب اللي امنوا لكم اكثر من 120 دقيقه من بثنا المباشر كامل ايام الاسبوع نتلاقاو الجمعه الجايه دي سي لا بيسي في لا سيمين بروشين اول مدرسه للطب والصيدله وطب الاطفال في العالم الاسلامي قبلة العلماء ومدينه كبار الاطباء عبر التاريخ القيروان مهد العلوم والحضارة صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ملا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم